السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مسيوم. اليوم جاب لكم لايف كومنتري في كول اوف ديوتي وورلد وور 2 اللي هو كود 14. ألعب في طور دومينيشن زي ما انتم شايفين، ضدي معرقين طبعا. خلينا نشوف ايش نقدر نسوي. واحد مدمج، واحد امسك لي تحت يا غبي، اقول لك امسك تحت. ستة واحد درفت فيهم سفينتنا. ربي السلاح ده اسطوري، تحية للي سواه. خوية والعدو قاعدين يمشوا سوا. يا الله يا الدنيا، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ هاي موت. دور عملية من كل محل، وسط يسار. بيته يا شباب، لا يروح لا يروح بيته. نايس نايس، فزع انفاج. جيتكم جيتكم، خذ فراغ. نايس ديت. والله والله في كل محل ذول 13. ايش رايكم اطلع زي دوبو في السفينه فوق؟ اطلع في السفينه واتكي فوق، اسحب على بي. بس المشكله اذا سحبت على بي حنترسبن. يلا يلا يا شباب، تحرك وتحرر وتحرر برا. اطلع، هذا فوق ولا تحت؟ نايس، قدم قدم قدم، احشرهم قبل ما يحشرونه. هذا طلع لي فوق.
27/5 الراوند الاول. توقع اقدر اجيب 50؟ معليش اخي انا ذا دومينيشن كذا اسكت بدي مواصل فاصل، انتوا تقبلوها مني. خلينا نشوف الروند الثاني، هل حنجلد ولا حجلد؟ نايس. هذا تحت ولا فوق؟ بعرف انا بس تحت شكله. لا فوق، لا مات خلاص. او في واحد هنا ديد، واحد ثاني ديد، ثالث ديد. اثنين وثلاثين سبعة. Flight concluded. Enemy contact at Beata.
65 12 65 12 ضد معرقين وفزنا ممتاز والله. اتمنى يعجبكم قبله، لا تنسونا من لايك والتعليق والاشتراك كالعادة. كان معكم اخوكم وسيم، في امان الله.